في بادرة غير مسبوقة عالمياً، كانت قد أطلقت دولة الإمارات منظومة عمل جديدة ضمن حكومتها، ألا وهي وزارة اللامستحيل. ونحن اليوم سنتكلم عن مشروع بتصميم سابق لزمانه، ما هو إلا ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها. نحن شركة إماراتية مختصون في مجال بناء المنشآت العائمة داخل وخارج دولة الإمارات. بدأنا في تنفيذ مشروع منتجع قصر البحر العائم المكون من فندق وفلل عائمة. تلقى البيوت العائمة اهتماماً كبيراً من الناس، خصوصاً عندما تكون فكرة تصميمها على شكل قارب زجاجي، ناهيك عن أنها صديقة للبيئة. كما أن هذه الفيلا تم تزويدها بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء، بالإضافة إلى أن هناك نظام آلي ذكي يشغل الفيلا بأكملها، وهي مطابقة تماماً لكل معايير السلامة الدولية. طورنا فكرة البيت العائم أنه يكون متحرك، حيث أن صاحب البيت يقدر ينقله في أي مكان في العالم من خلال نظام محركات ونظام هيدروليك يقدر يساعد الفيلا على الثبات في أي مكان في البحر. حرصنا أن البيت العائم يعمل بالطاقة الشمسية ونظام إعادة تدوير القمامة وبتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أيضاً تنقية الهواء، وكله يعمل بنظام السمارت سيستم. تتكون الفيلا من طابقين وشرفة وسطح، الذي يحتوي على مسبح زجاجي نزولاً إلى الطابق الأول المكون من 4 غرف نوم مع حماماتها، وصولاً إلى الطابق الأرضي الذي يضم مطبخ وغرفة معيشة وغرفتين إضافيتين للعاملين بالفيلا، بالإضافة إلى الشرفة. إلا أن ما يميز هذا الطابق هو وجود أرضية زجاجية واسعة توفر لساكني الفيلا مناظر ساحرة. كل طابق في الفيلا مساحته 300 متر مربع، يعني مجموع الطوابق 900 متر مربع. صممت بطريقة عصرية بحيث عملنا المسبح اللي على سطح الفيلا بأرضية زجاجية مساحتها 18 متر موازية لأرضية زجاجية أخرى في الطابق الأرضي بينهم ارتفاع 9 متر. ولإضافة مزيد من الفخامة، تم تصميم أثاث مخصص للفيلا من شركة أوستن مارتن، التي لا يقل تصميمها للمفروشات حرفية عن تصاميم سياراتها. تعاقدت شركة سي جيت مع شركة أوستن مارتن لتصميم أساس الفيلا، إلا أنه يبقى حسب رغبة المشتري من حيث المساحة والتصميم. كون هذا المشروع في دولة الإمارات الداعمة لدور المرأة في المجتمع، حرصنا على أن نكون متميزين بطريقة إنجازه وتصميمه، وبذلك عززنا ثقافة اللامستحيل. هنيئاً لمن سيحظى بكل هذه المميزات الفريدة من نوعها، وهذه الفخامة والرفاهية التي تجتمع في مكان واحد، وذلك بفضل الشركة الإماراتية التي تقدم مشروعاتها للعالم أجمع.